السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان أخوات، كيف الحال؟ كنتمنى من الله أنكم تكونوا في حالة جيدة. مرحبا بكم اليوم إن شاء الله في فيديو جديد غادي نشوفوا من خلاله هذه النتيجة إخوان الكرام. كما كتشوفوا معايا هذه الحالة النهائية ديال الحيض من بعد ما درنا ليه المرطوب أو لا درنا ليه لوندوي. هذه الحالة النهائية إخوان الكرام. إن شاء الله اليوم في هذا الفيديو غادي نشوفوا جميع المراحل اللي كيمر منها المرطوب ديال الحائط. كما كتشوفوا معايا اخوان الكرام، اول حاجه تنبداو بها واننا كندير واحد الميلونج كيكون ما بين الرمله والسيما والماء. كما كتشوفوا معايا المتعلم خاصو يقلب هذا الميلونج مزيان، باش علاش اخوان الكرام؟ باش يكون واحد التمازج ما بين السيما والرمله والماء. من بعد اخوان الكرام تيحاول انه يقاد الخليط وتيدير الماء باش يخلط. اخوان الكرام لاحظوا معايا دابا تيبدا يخلط، كيف ما كتشوفوا معايا الخليط راه متجانس. دابا اخوان الكرام كيف ما كتشوفوا معايا المعلم دابا من بعد ما درنا الكوش ديال الجيكلاج كيف ما كتسمى بلغه ديال الشونتي، ضروري اخوان الكرام كنديروا دو كوش. كوش الاولى كتكون ب صاب الكونكاسي اولا التوفنو زائد السيمون زائد الماء. الكوش الثاني اخوان الكرام كيف ما كتشوفوا معايا كتكون متكونه من الصابل اللي هي الرمله والسيمو والماء. لاحظوا معايا اخوان الكرام المعلم دابا خدام. هذه الطريقه اخوان الكرام ديال الخدمه ديال المرطوب ديال الحائط. وكيف ما كتشوفوا معايا اخوان الكرام للمعلومه هذا الحائط هذا رجعنا على برا ديال المنزل، يعني لا فاساد، فيه 5 متر في الطول وفي الارتفاع عنده 3 متر. محتاجين اخوان الكرام باش نديروا المرطوب هذا الحائط هذا 5 ديال البرويطات زائد جوج خيشات ديال السيم. خليكم على الفيديو اخوان الكرام باش تستافدوا ونعاود نرجع لكم ان شاء الله. في هذه الأثناء إخوان الكرام المعلم دار هذه العملية بما يسمى في لغة الشونشي بالريقلة، يعني الدور ديال الريقلة إخوان الكرام هو أننا تنقاد المستوى ديال المرطوب ديالنا، يعني باش ما يبقاش عندنا واحد الخروج وواحد الدخول في الحائط كنديروا هذه الريقلة هذه باش يكون المستوى ديال الحائط يكون مقاد. باش إخوان الكرام إلى المعلم شد الطالوش وبدا تيفيني به ما يلقاش مثلا واحد
الخروج واحد الدخول في الحائط باش الحائط ديالنا يكون مقعد كيف ما كتشوفوا ما اخوان الكرام. من بعد ما دار المعلم الرجله دابا بدا كيفيني بالطالوج، دابا كيبقى واحد البقع اخوان الكرام خاويين تيبدا يعمر فيهم بالاداه اللي كيخدم بها هي الملاسه، وتيعتمد نفس الوقت كيعتمد على الطالوج باش يفين الحائط. لاحظوا ما اخوان الكرام دابا راه تيعمر بالملاسه هذوك الفراغات باش الحائط اخوان الكرام ما يطلعش من ماشي هو هذا، خاصو يطلع مقاد هكذا اخوان الكرام كتتم العمليه. ديما اخوان الكرام من بعد ما كنمرطبو تنديروا الريقله، لاحظوا معايا هذه الخدمه اخوان الكرام من نص الحائط الفوقاني. دابا غادي يحيد السرير اخوان الكرام وغيبدا خدام لتحت باش يكمل الحائط ديالنا في المرطوب. خليكم مع الفيديو اخوان الكرام باش تستافدوا ونرجع لكم ان شاء الله. الأثناء إخوان الكرام هذه الحالة النهائية ديال الحائط ديالنا من بعد ما درنا ليه المرطوب. لاحظوا مع إخوان الكرام كيفاش يبان. كنتمنى من أنكم تكونوا استفدتم من هذا الفيديو. إن شاء الله موعدنا مع فيديو قادم بحول الله، ونتمنى من أنكم إخوان الكرام ديروا أبوني وتشاركوا في القناة باش أي جديد إن شاء الله يوصلكم.